السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حصة جديدة في فرع الجبر لطلاب الصف الأول الثانوي. بإذن الله درس النهاردة هو درس تكوين المعادلة التربيعية. خلاص، احنا الدرس ده بتاعنا خدنا الدرس اللي فات الجذور بتاعة المعادلة والعلاقة ما بينهم، وقلنا ان في علاقة جمع وعلاقة ضرب. درس النهارده هيعكس لك الموضوع، هيديك الجذور ومن الجذور يقول لك كون المعادله التربيعيه. الناس اللي بتسالني على شرح الدروس هتلاقيها كلها قوائم التشغيل. خش على قائمه التشغيل الصف الاول السنه واختار الجبر او الهندسه او حساب المثلثات، هتلاقي شرح الدروس بالكامل. وباذن الله اول ما ينزل كتاب المعاصر هتلاقي برضو في الخانات دي حل التمارين كامله باذن الله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. درس النهارده بدون مقدمات هو درس سهل. فيه فكرتين رئيسيتين، فكره مباشره وفكره مش مباشره. هشرح لك الاثنين زي ما انت متعود، هشرح لك الامثله بالتدريج في الصعوبه زي ما انت متعود مني، وكلها اسئله امتحانات. خلاص؟ طيب. تعالى كده بنفس ما ابتدينا الدرس اللي فات، قلنا ايه؟ لو معايا معادله زي دي كده، حلو؟ وانا عايز اجيب الجذور بتاعتها، قلت له والله يا باشمهندس بحللها، فانا افتح قوس في قوس، كل ده بيساوي صفر، بقسم السين تربيع لسين وسين، الاخيره موجب يبقى الاشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين حصل ضربهم 3 مجموعهم 4، 3 و1. بعد كده بتقول لي من هنا ان السين هتطلع ب 3 ويبقى ده الجذر الاول، ومن هنا ان س هتطلع بواحد ويبقى ده الجذر الثاني. كنا بنقول في الدرس اللي فات انا بجيب ايه؟ مجموع الجذرين بيساوي 3 زائد 1 يبقى 4، وبجيب حاصل ضرب الجذرين 3 في 1 ب 3، وقلنا ان مجموع الجذرين هو سالب باء على ألف. يعني ايه؟ هنا الرقم اللي قدام الباء ايه؟ سالب 4، بغير اشارته يبقى 4، على اللي قدام الألف اللي هو 1 يبقى سالب 4، اما غير اشارتها 4، 4 على 1 فوق 4 يبقى فعلا طلع مجموع الجذرين 4. طيب وحصل الضرب قلنا ان هو عباره عن جيم على ألف. حصل الضرب قلنا اللي هو الحد المطلق، الجيم اللي هي 3 على ألف اللي هي 1 فعلا طلعت ب 3. في درس النهارده هو مش هيجيب لك المعادله اللي فوق، وكل اللي هيجيبه لك الجذرين دول. هتعمل ايه يا باشمهندس؟ كل اللي انت هتعمله ان المعادله بتاعتك انت عارف ان هي عصيره ا س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر. حلو. انت معاك الجذرين هتجمعهم مره، وهنسمي الجذر ده لام وهنسمي الجذر ده ميم. الجذور عندنا بنسميها الجذر الاول لام والجذر الثاني ميم. فلما اجمعهم يا باشمهندس هيديني ايه؟ يبقى المعادله هتبقى على الصوره ألف س تربيع لام وميم، لما اجمعهم يبقى لام زائد ميم. وخلي بالك ان انا بعكس الشرط الباء هنا، يبقى احط هنا سالب زائد حاصل الضرب اللي هو لام في ميم، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يبقى المعادله بتاعتي لو انت عايز تكتبها بالعربي يبقى ألف س تربيع ناقص مجموع الجذرين زائد حاصل الضرب، كل ده بيساوي صفر. يبقى يا باشمهندس لو ادالي الجذور اللي هي الثلاثة والواحد هجمعهم يبقى 3 و1 4، اغير اشارتها يبقى المعادلة هي س تربيع ناقص 4 س، اضربهم في بعض 3 يبقى 3 في 1 ب 3، يبقى انا كونت المعادلة بتاعتي. ودايما الافتراض بتاعنا ان ا ده بيساوي 1. خلاص؟ فالموضوع سهل جدا. أول فكرة هي مباشرة، بيديك الجذرين كده زي ما أنت شايف ويقول لك كون لي المعادلة. كل اللي هتعمله يا باشمهندس هتقول لي مجموع الجذرين. هنا هنا بيقول لي إن الجذرين سالب 1 و3، يبقى سالب 1 زائد 3 هتطلع موجب 2. هجيب حاصل الضرب بيساوي سالب 1 في 3 بيساوي سالب 3. يبقى المعادلة هي طالما الألف مش عارفه يبقى س تربيع ما بكتبش قدامي حاجة واحد، ناقص المجموع، المجموع 2 يبقى ناقص 2 س، زائد حاصل الضرب، حاصل الضرب اللي هو سالب 3 يبقى سالب 3، كل ده بيساوي صفر.
ويبقى يا باشمهندس هي دي المعادله بتاعتي. خلاص. وعلى فكره المعادله دي تحضر لك الشروط، لو انت مجموع الجذرين سالب بقى على الف يبقى سالب 2 اغير اشارتها يبقى 2 على 1 فال 2، فعلا طلع مجموع الجذرين 2. وحصل الضرب يا باشمهندس اللي هو ج على الف اللي هو سالب 3، وفعلا حصل الضرب بسالب 3. خلاص. فالموضوع سهل وبسيط. تمام. بيقول لي كون لي المعادله اللي جذرها دول. خلاص يا باشمهندس انا عرفت، اول حاجه هجيب مجموع الجذرين بيساوي 3 على 2 زائد 5 على 4. اخلي ال 3 على 2 دي 6 على 4 عشان تبقى نفس المقام، ضربت في 2 هنا وهنا، زائد 5 على 4 المقام ب 4، 6 و5 يبقى 11 على 4. تمام. حاصل الضرب هيساوي 3 على 2 في 5 على 4، 3 في 5 15 و2 في 4 ب 8. المعادله بتاعتها هتبقى س تربيع ناقص المجموع 11 على 4 زائد الضرب اللي هو 15، دي س طبعا، 15 على 8 كل ده بيساوي الصفر. طالما بيساوي الصفر خلي بالك احنا ما بنسيبش هنا يا باشمهندس كسور، فهنضرب في اكبر مقام اللي هو مين؟ ال 8. يبقى 8 لما اضربها في س تربيع يبقى 8 س تربيع ناقص 8 على 4 فال 2، 2 في 11 يبقى 22 س زائد 15 كل ده بيساوي صفر. يبقى انا كونت المعادله بتاعتي اللي هي 8 س تربيع ناقص 22 زائد 15 بيساوي صفر. خلاص؟ الفكره زي ما انت شايف، انا منوع لك بس مره اعداد صحيحه، مره قصور، مره مترافقين، مره اعداد مركبه، هم دول الاربع افكار اللي هيجي في اول فكره اللي هي المباشره. اللي بعدها بنفس الطريقه يلا. المجموع بيساوي 3 و3 يبقى 6، جذر 2 هيروح مع جذر 2 راح، الضرب دول مترافقين يبقى 3 في 3 ب 9، موجب في سالب بسالب، جذر 2 في جذر 2 يبقى ب 2 يبقى بيساوي 7. يبقى المعادله بتاع س تربيع ناقص المجموع يبقى ناقص المجموع 6 يبقى 6 س زائد الضرب اللي هو 7 كل ده بيساوي الصفر. يبقى يا باشمهندس هي دي المعادله بتاعتي. خلاص. اللي بعدها بيقول لي ان الجذرين هما 3 على تاء والجذر الثاني ده. اتفقنا ان احنا ما بنسيبش تاء في المقام، يبقى 3 على تاء هضرب في تاء فوق وتحت عشان اخلص منها، 3 في تاء ب 3 تاء، وتاء في تاء ب تاء تربيع. تاء تربيع انا عارف ان هي في سالب 1، هطلع السالب فوق يبقى دي بتساوي سالب 3 تاء. يبقى اول جذر هو سالب 3 تاء. بنفس الطريقة هضرب الثانية في المرافق، يبقى 3 زائد 3 تاء على 1 ناقص تاء هضربها في 1 زائد تاء، ما هو مرافق المقام، بتساوي 3 في 1 ب 3 زائد 3 في تاء ب 3 تاء، 3 تاء في 1 ب 3 تاء، 3 تاء في تاء يبقى 3 تاء تربيع. التاء تربيع انا عارف ان هي في سالب 1، سالب 1 في 3 يبقى سالب 3، يبقى السالب 3 هتروح مع الموجب 3. المقام هيبقى 1 في 1 ب 1، سالب في موجب بسالب، وقلنا مع التاء تربيع بتحولها لموجب يبقى 1، لان التاء تربيع بسالب 1 وسالب سالب 1 يبقى 1 زائد 1. يبقى في النهايه طلع الجذر الثاني بيساوي ايه يا باشمهندس؟ بيساوي 3 تاء و3 تاء يبقى 6 تاء، على 1 زائد 1 2، على 2 فال 1، على 2 فال 3 يبقى بتساوي 3 تاء. يبقى الجذر الاول سالب 3 تاء وجذر الثاني 3 تاء. هجيب المجموع هيساوي 3 تاء ناقص 3 تاء عدد معكوسه يبقى بيساوي صفر. هجيب الضرب بيساوي 3 تاء في سالب 3 تاء، 3 في سالب 3 في سالب 9، تاء في تاء بتاء تربيع، التاء تربيع بسالب 1، سالب 1 في سالب 9 يبقى موجب 9. كون لي المعادله، يبقى س تربيع ناقص المجموع، خلي بالك المجموع صفر فمش هكتب الحد بتاعها، زائد الضرب اللي هو 9 كل ده بيساوي صفر. يبقى هي دي المعادله بتاعتي. خلاص يا باشمهندس، هي دي اول فكره في درس النهارده. زي ما انت شايف فكره سهله جدا، مفيش فيها اي ابتكار، كل اللي بتعمله بتجمع الجذرين تجيب حاصل الضرب تكون المعادله. هنخش على الفكره الثانيه وهي ان اكون معادله بمعلوميه معادله اخرى. يعني ايه؟ هيديك معادله هنطلع منها اللام والميم، وبعد كده نجيب المعادله الثانيه هو هيفرض لك بقى، يقعد يقول لك لام تربيع وميم تربيع، لام وميم، وهكذا. هتشوف الوقت في الامثله فركز معايا.
ركز بقى معايا في الفكرة التانية واللي بيجي منها 90% من أسئلة الامتحانات. 90% من أسئلة الامتحانات بتبقى على الفكرة دي، لأن هي بتبقى شاملة أكتر من درس، فركز معايا فيها كويس جدا. الفكرة التانية وهي تكوين معادلة بمعلومية معادلة أخرى. يعني إيه؟ بيجيب له معادلة ويقول له أنا عايز معادلة تزورها كذا. هنتبع الطريقة دي، الطريقة دي مش هتغلطك. خلاص؟ تعال نقرأ السؤال. إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة س تربيع ناقص 3 س ناقص 5. حلو. أول حاجة هتكتب له رقم واحد المعادلة المعطى اللي أنت عطاها لي. هي اسمها إيه؟ س تربيع ناقص 3 س ناقص 5 بيساوي صفر. هتجيب منها حاجتين. أول حاجة مجموع جذرين. مش أنت بتقول لي إن الجذر الأول اسمه لام والجذر الثاني اسمه ميم؟ لما أجمعهم يبقى لام زائد ميم بيساوي، مش احنا عارفين مجموع الجذرين من الدرس اللي فات سالب باء على الف؟ ايوه، يعني سالب 3 هتبقى موجب 3 على الف اللي هو 1 يبقى بتساوي 3. تاني حاجه هتجيبها الضرب بيساوي لام زائد ميم يبقى لام ميم بتساوي، مش اللي هي جيم على الف؟ ايوه يا باشمهندس، الجيم هنا اللي هي ميم يبقى سالب 5 على الف بيساوي سالب 5. يبقى انا كده طلعت ايه يا باشمهندس من المعادله الاولى؟ طلعت له لام زائد ميم ولام ميم، كده كده في اي مساله هنجيبهم. طيب بعد ما تخلص الخطوه دي هتكتب له رقم 2 الخطوه الثانيه المعادله المطلوبه بتساوي، هي المعادله المطلوبه جذورها ايه؟ لام ناقص 4 وميم ناقص 4. علشان اكون معادله لازم اعرف المجموع ولازم اعرف حصر الضرب، فهجيب له من هنا المجموع، بس خلي بالك مجموع الجذرين بتوعها يبقى لام ناقص 4 زائد ميم ناقص 4 بيساوي ايه؟ لام زائد ميم، وهنا سالب 4 وسالب 4 يبقى سالب 8. طب ما انا عارف اللام زائد ميم من المعادله اللي فوق اللي هي كام؟ 3، يبقى 3 ناقص 8 بتساوي سالب 5. يبقى انا جبت اول حاجه مجموع الجذرين في المعادله الثانيه. طب ما انا برضه يا باشمهندس هجيب ايه؟ هجيب حاصل الضرب بيساوي لام ناقص 4 في ميم ناقص 4. اضرب بقى لام في ميم هتديني لام ميم، لام في سالب 4 في سالب 4 لام، بعد كده سالب 4 في ميم بسالب 4 ميم، بعد كده سالب 4 في سالب 4 بموجب 16. هتقول لي والله دي بتساوي لام ميم، خد السالب 4 عامل مشترك، سالب 4 في سالب 4 في الواحد هيفضل لام، سالب 4 على سالب 4 في الواحد هيفضل ميم زائد 16 بتساوي. طب ما انا عارف اللام ميم من المعادله الاولى ان هي بسالب 5 وسالب 4 في لام زائد ميم انا عارف ان هي ب 3 زائد 16. سالب 4 في 3 يبقى سالب 12، سالب 12 وسالب 5 سالب 17 وموجب 16 يبقى سالب 1. يبقى انا عرفت المجموع وعرفت الضرب بتوع المعادلة اللي هو طالبها مني. ما انا اعرف اكون المعادلة، المعادلة هي عبارة عن س تربيع ناقص المجموع اللي هو 5 دي سالب 5 يبقى موجب 5 س زائد الضرب، الضرب اللي هو سالب 1 كل ده بيساوي صفر. يبقى هي دي يا باشمهندس المعادلة اللي حضرتك عايز تكونها. خلاص؟ يبقى احنا لازم نمشي بالطريقة دي. أول حاجة المعادلة المعطاة وتجيبها، بعد كده المعادلة المطلوبة وتجيبها. خلاص يا باشمهندس؟ تمام. علشان تبقى شاطر في الدرس ده لازم تبقى عارف المتطابقات دي. يعني ايه متطابقه؟ هي بنستنتجها من قوانين. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لك لام زائد ميم الكل تربيع بيساوي ايه؟ هتقول لي مربع الاول زائد 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني. طب لو انا قلت لك انا عايز اللام زائد الميم بس، هتقول لي والله يبقى لام تربيع زائد الميم تربيع هتساوي، أودي الميم تربيع الناحية التانية الاتنين لام ميم، يبقى بتساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. فهي دي أول معادلة عندك، إن أنا كل اللي يهمني المجموع عشان أعرف أعوض في المعادلة وحصل الضرب. يبقى أنا عايز متطابقات كلها فيها المجموع وحصل الضرب. يبقى استنتجنا إن لام تربيع زائد ميم تربيع بتساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. طب تعالى نشوف اللي عكسها اللي هي لام ناقص ميم كل تربيع. لو انا جيت برضه عملتها بنفس الطريقه لام ناقص ميم كل تربيع هتساوي مربع الاول ناقص الاول في الثاني زائد الاخير.
طب لو انا برضه عايز اعمل لها لام تربيع زائد ميم تربيع بتساوي ايه؟ هقول ان هي بتساوي لام ناقص ميم الكل تربيع، دي هتروح الناحيه الثانيه يبقى سالب 2 لام ميم. طب ما انا عارف دي يا باشمهندس من فوق اهي ان هي عباره عن لام زائد ميم الكل تربيع، فهنشيلها ونحط مكانها سالب 2 لام، فهيطلع معايا سالب 4 لام. انا بفهمك هي جت منين، بس انت المفروض بقى بالتعود تبقى حافظ المعادلات دي. يبقى التربيع ناقص 2 لام، الفرق يبقى سالب 4 لام. طيب لام تكعيب زائد ميم تكعيب كده كده القوس الصغير انت عارفه اللي هو لام زائد ميم، وبعد كده هتكتب قوس شبه وتربيع ناقص 3 لام ميم، برضه جايبينها من القانون. طب لام تكعيب ناقص ميم تكعيب انت عارف القوس الصغير، وبعد كده لام زائد ميم وكل تربيع، بس المره دي لنا ايه؟ ناقص لام ميم. دي جمع عادي، ده واحد على ميم زائد واحد على لام، هوحد المقامات ميم لام واضرب مقص، واحد في لام بلام وواحد في ميم بميم. برضه ده يا باشمهندس هوحد المقامات بميم لام اهي، اضرب مقص يبقى لام في لام بلام تربيع، واضرب ميم في ميم بميم تربيع. طب ما انا عارف ان دي المتطابقه اللي هي رقم واحد هي عباره عن لام زائد ميم كل تربيع ناقص 2 لام ميم. الحاجات دي هنحتاجها في الدروس، فلو كده وقف الفيديو، خد سكرين شوت او وقف الفيديو واكتبها براحتك، ويا ريت تكتبها عشان تثبت في دماغك. خلاص هديك امثله بقى على الحاجات دي لانها اهم حاجه عندي، قلت لك 90% من اسئله الامتحانات هتيجي على الجزء ده، فركز معايا بقى فيه كويس جدا. طيب تعالى بقى نشوف مجموعه اسئله متنوعه. زي ما قلت لك الميزه في الدرس ده ان الاسئله كلها هتيجي لك بنفس الصيغه كده، اذا كان لام ومهمه جذريه المعادله او المعادله التي جذرها، خلاص وليها طريقه حل ثابته، فانت مش هتتدرج في الارقام. هي كل الفكره ان انت تبقى عارف المتطابقات اللي انا كتبتها لك في السبوره اللي فاتت كويس جدا، عرفتها باذن الله تحل اي مساله فيها. خلاص اتفقنا. يبقى اول حاجه يا باشمهندس انت علمتنا على طول بقى المعادله اهي. اول حاجه هكتب المعادله المعطى بتساوي هي ايه؟ س تربيع ناقص 8 س زائد 5 بتساوي صفر. حلو، دي المعادله المعطاه، بجيب منها حاجتين، مجموع جذرين اللي هو لام زائد ميم، وحاصل ضرب الجذرين اللي هو لام ميم بيساوي، ده بيساوي سالب ب على الف، وده بيساوي ج على الف. يلا سالب 8 لما اغير اشارتها يبقى 8، 8 على الواحد يبقى فيها 8، الج على الف اللي هو الحد المطلق موجب 5 على الواحد يبقى موجب 5. خلاص خلصنا دي، هتخش على رقم 2 وهي المعادله المطلوبه. الجذرين بتوعها واحد على لام وواحد على ميم، بنجيب حاجتين برضه مجموعهم بيساوي واحد على لام زائد واحد على ميم، دول متطابقه ومش اسهل واحده فيهم، هتضرب دول في بعض يبقى لام ميم، تعمل مقص يبقى واحد في ميم بميم زائد لام. طب ما انا عارف ميم زائد لام من فوق بتمانية، وعارف ان لام على ميم لام في ميم سوري بخمسه، يبقى انا جبت المجموع بتمانية على خمسه، بعد كده هجيب حاصل الضرب بيساوي واحد على لام في واحد على ميم، انا بضرب الجذرين في بعض يبقى واحد على لام ميم بيساوي واحد على، انا جبت لام ميم بكام؟ بخمسه، يبقى حاصل الضرب بيساوي خمسه. طب انا كده اقدر اكون المعادله س تربيع ناقص المجموع 8 على 5 س زائد الضرب اللي هو خمس بيساوي صفر. اتفقنا ما نسيبش خمسه في المقام، يبقى هضرب في اكبر مقام اللي هو الخمسه، يبقى المعادلة بتاعتي 5 س تربيع ناقص 8 س زائد 1 بيساوي صفر، 5 هتروح مع 5 طبعا و5 هتروح مع 5. يبقى هي دي يا باشمهندس المعادلة المطلوبة منك. خلاص؟ نفس طريقة الحل دي هنحلها، فأنا جايب لك بقى أمثلة مختلفة، هو بقى يعني هنوع لك في الجذور، وزي ما قلت لك كده كده هحل معاك كتاب المعاصف، فما تقلقش هنحل أفكار كتير جدا جدا، بس أنا في حصة الشرح بنوع لك إن ما يبقاش في مثال شبه التاني. بنفس الطريقة المعادلة 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 1، يلا رقم 1 المعادلة المعطاة 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 1 بتساوي صفر طبعا، بطلع منها حاجتين، بطلع منها اللام زائد الميم بيساوي سالب ب على الألف، سالب ب اللي هي موجب 5 على الألف اللي هي 2، بطلع منها حاصل الضرب اللي هو لام ميم بيساوي ج على الألف، الج هنا بواحد والألف باتنين يبقى بيساوي نص، كأنهم على جنب. تعال نخش على المعادلة المطلوبة.
الجذرين بتوعها بيقول لك 2 لام تربيع و2 ميم تربيع. هنجيب المجموع 2 لام تربيع زائد 2 ميم تربيع بيساوي، هناخد الاثنين عامل مشترك هيفضل لي لام تربيع زائد ميم تربيع، صح؟ طب ما انا عارف دي يا باشمهندس ان هي متطابقه عباره عن ايه؟ بتساوي 2 وافتح قوس كبير، هي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم، ما دي متطابقه من المتطابقات اللي احنا قلنا عليها، يبقى هيساوي 2 في لام زائد ميم احنا جبناها بكام؟ ب 5 على 2 لما اربعها يبقى 25 على الاربعة ناقص 2 في لام ميم اللي احنا جبناها بنص يبقى بتساوي 1، يبقى تساوي 2 في 25 على 4، واخلي الواحد ده يا باشمهندس 4 على 4 يبقى تساوي 2 في المقام كده كده ب 4، و25 ناقص 4 يبقى 21 على 2 فعل 1 على 2 فعل 2 يبقى 21 على ال 2. يبقى انا عرفت ان المجموع ب 21 على ال 2. تعال نجيب حاصل الضرب. 2 لام تربيع في 2 ميم تربيع، 2 في 2 ب 4 لام تربيع ميم تربيع. طب ما هي دي يا باشمهندس اللي هي 2 لام ميم الكل تربيع، ازاي؟ ما هو ال 2 تربيع ب 4 واللام تربيع ميم تربيع، يبقى بتساوي 2 في، انا جبت اللام ميم بنص يبقى بتساوي 1، 1 تربيع بيساوي 1. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت المجموع وجبت حاصل الضرب، طب ما انا اقدر اكون المعادله. يبقى س تربيع ناقص المجموع اللي هو 21 على 2 س زائد الضرب اللي هو طلع بواحد، كل ده بيساوي صفر. اتفقنا ما نسيبش كسر في المقام، هضرب في اربع المقام 2، يبقى 2 س تربيع ناقص 21 س زائد 2 بيساوي صفر، هي المعادله المطلوبه مني. خلاص يا باشمهندس هو ده فكره الدرس، فاهم انت شايف كده؟ تعال نشوف امثله ثانيه ونثبت بها المعلومه برضه. تعال نشوف برضو أمثلة تانية نفس الفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها بس جايب لك متطابقات مختلفة شوية، خلاص؟ يلا بينا زي ما أنت اتعودت، خلاص بقى يا باشمهندس عرفت. أول حاجة المعادلة المعطاة 2 س تربيع ناقص 3 س ناقص 1 بتساوي صفر. هجيب منها حاجتين، هجيب المجموع اللي هو لام زائد ميم بيساوي سالب ب على أ اللي هي السالب بقى اللي هي السالب 3، يبقى موجب 3 يبقى 3 على 2. هجيب منها الضرب اللي هو لام ميم بيساوي ج على أ اللي هو سالب نص. خلاص المعادلة دي قول لها شكرا، خش على المعادلة اللي بعدها. المعادلة المطلوبة الجذرين بتوعي لام على ميم وميم على لام، وخلي بالك دي متطابقة. خلاص هنعمل ايه؟ هنجيب المجموع يبقى لام على ميم زائد ميم على لام، أوحد المقام أضربهم في بعض يبقى مام ميم أضرب مقص، لام في لام بلام تربيع وميم في ميم يبقى ميم تربيع، البسط ده متطابقة يبقى دي ميم لام، ودي عبارة عن لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم، أنت في الحل هتعرف المتطابقة، خلاص؟ يبقى دي بتساوي أنا جبت اللام زائد ميم ب 3 على 2 لما 4 يبقى 9 على 4 ناقص 2 في سالب نص على ميم لام اللي هي سالب نص، خلاص بتساوي. الاثنين هتروح مع الاثنين سالب في سالب يبقى دي موجب واحد، اخلي الواحد ده 4 على 4 يبقى المقام متوحد ب 4 و9 و4 يبقوا 13 على سالب نص. احول القسمه دي ايه؟ ضرب يبقى 13 على 4 اقلب دي فيه واشقلب دي يبقى سالب 2 على 1. يبقى بتساوي سالب 2 في 13 يبقى سالب 26 على 4 على 2 فعل 2 على 2 فعل 13. يبقى بتساوي سالب 13 على ال 2. يبقى انا جبت المجموع بيساوي سالب 13 على ال 2. بعد كده يا باشمهندس هجيب حاصل الضرب، هيساوي لام على ميم في ميم على لام، ميم مع ميم، لام مع لام، يبقى حاصل الضرب بواحد. يبقى انا كده يا باشمهندس اقدر اكون المعادله بتاعتي بكل سهوله، هتبقى عباره عن س تربيع ناقص المجموع دي سالب يبقى 13 على ال 2 س زائد الضرب اللي هو واحد بيساوي صفر، اتفقنا ما نسيبش في المقام، يبقى دي 2 س تربيع زائد 13 س زائد 2 تساوي صفر، يبقى انت كده كونت المعادلة بتاعتك بكل سهولة. خلاص يا باشمهندس هي دي المسألة الأولى، تعالى ناخد المسألة الثانية على نفس المتطابقة برضه.
بيقول لي اذا كان لام و ميم هما جذرين معدل 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 2 بيساوي صفر، اوجد المعادله التي جذرها لام تربيع على ميم وميم تربيع على لام. اول حاجه هستفيد من المعادله الاولى اللي هي 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 2 بتساوي صفر، زي ما اتفقنا بنجيب منها حاجتين بقى خلاص حفظنا، بتساوي سالب بقى على الف، سالب 5 عكس اشارتها يبقى 5 على 3. واستفاد منها ان انا هجيب لام في ميم اللي هو الحد المطلق على معامل السين تربيع يبقى 2 على 3. خلاص مش هقعد اكتبها بقى كتير. خلاص المعادله الثانيه يا باشمهندس انا معايا الجذرين بتوعها لام تربيع على ميم وميم تربيع على لام. اول حاجه بجيبها المجموع يبقى لام تربيع على ميم زائد ميم تربيع على لام، اوحد المقام هضرب دول في بعض يبقى ميم لام اضرب مقص لام تربيع في لام بلام تكعيب زائد ميم في ميم تربيع بميم تكعيب. ده متطابقة لازم تكون عارفها. دي عبارة عن يا باشمهندس اللام زائد الميم، افتح قوس كبير كده، مضروبة في اللام زائد الميم الكل تربيع ناقص 3 لام ميم. قلنا دي متطابقة لازم تبقى عارفها على لام ميم. خلاص؟ تعالى بقى نحل يلا الكلام الكتير ده. لام زائد ميم المجموع بكام؟ لام زائد ميم بخمسة على 3. خلاص؟ مضروب في افتح قوس لام زائد ميم تربيع هربع على 5 على 3 يبقى 25 على 9 ناقص 3 في لام ميم اللي هي 2 على 3. 3 راحت مع 3 طبعا يبقى هيفضل ناقص 2 يبقى دي هتساوي 5 على 3. وخلي بالك ان كل ده مقسوم على لام ميم اللي هو 2 على 3 ما تنساش. خلاص يبقى 5 على 3 في 25 على 9 هخلي الاثنين دي 18 على 9 عشان اوحد المقام يبقى تساوي كل ده مقسوم على 2 على 3. هي تكبر معاك شويه بس مفيش اي مشكله. يبقى 5 على 3 مضروبه في المقام متوحد ب 9 25 ناقص 18 يبقى 7 يبقى هتساوي 5 في 7 ب 35 3 في 9 ب 27 ده البسط. كل ده مقسوم على 2 على 3 هقسم ده هطلعه يبقى فوق فيه وشقلب الكسر يبقى 3 على الاثنين. على 3 في 1 على 3 في 9 يبقى بتساوي 35 2 في 9 ب 18 يبقى دي 35 على 18 يبقى المجموع ده كله طلع في الاخر 35 على 18. بعد كده يا باشمهندس هجيب حاصل الضرب واقول له بيساوي. حاصل الضرب يا باشمهندس اللي هو لام تربيع على ميم مضروب في ميم تربيع على لام. علام في الواحد علام في هاللام علمين في هالميم علمين في هالواحد يبقى بتساوي لام في ميم. طب ما انا عارف ان لام في ميم بكام؟ ب 2 على 3. يبقى انا كده يا باشمهندس اقدر اكون المعادله بتاعتي. المعادله بتاعتي هي س تربيع ناقص المجموع اللي هو 35 على 18 س زائد الضرب اللي هو 2 على 3 كل ده بيساوي الصفر. هضرب في اكبر مقام اللي هو 18 يبقى 18 س تربيع ناقص 35 س زائد 18 على 3 فيها 6 6 في 2 بتساوي 12 كل ده بيساوي صفر. يبقى المعادله بتاعتي 18 س تربيع ناقص 35 س زائد 12 بيساوي الصفر. خلاص يا باشمهندس هو ده كله شغل المتطابقات بتاعتك. ما يفرقش معاك بقى هو بيقول لك ايه في المعادله، المهم ان انت لازم تبقى عارف المتطابقات لانها مهمه جدا جدا. تعال نشوف امثله تانية. طيب تعالى ناخد فكرتين كده مختلفين بقى شويه عن الامثله التقليديه زي ما انت متعود في اخر الحصه كده هندي امثله مختلفه شويه. بيقول لي اذا كان لام زائد 2 وميم زائد 2 هما جذري المعادله دي. يبقى هو هنا يا باشمهندس ما تخلوش يضحك عليك ان انت تمشي خلاص على طول، لا ده بيقول لي ان جذور المعادله دي اللي هي معايا اللي هي المعادله المعطاه س تربيع ناقص 11 س زائد 3 بيساوي صفر. بيقول ان الجذور بتاعتها هي لام زائد 2 وميم زائد 2. قلت له ما فيش اي مشكله، طب ما انا عارف مجموعهم، ما هو مجموعهم اللي هو سالب بقى على الف، فهجمع الجذرين بتوعها يبقى لام زائد ميم زائد 2 و2 4 بيساوي سالب بقى على الف. الباقي هنا في سالب 11 هغير اشارتها يبقى 11. هودي الاربعه الناحيه الثانيه يبقى لام زائد ميم بيساوي كام؟ 7. يبقى انا جبت معلومه مهمه قوي ان لام زائد ميم بيساوي 7. طب ما انا عارف برضو حاصل ضرب الجذرين يبقى لام زائد 2 في ميم زائد 2
بتساوي ج على أ اللي هي يا باشمهندس الحد المطلق عندي اللي هو 3، 3 على 1 يبقى بيساوي 3. تعال نضرب دول في بعض، لام في ميم بلام ميم زائد 2 ميم زائد، احنا ضربنا لام في ميم والاثنين في الميم، ماشي. بعد كده نضرب الاثنين في الميم يبقى 2 لام زائد 4، خلاص؟ كل ده بيساوي 3. اللام ميم سيبها زي ما هي، خد الاثنين عامل مشترك يبقى لام زائد ميم زائد 4 بيساوي 3. ادي اللام ميم زي ما هي زائد 2 في اللام زائد ميم جبناها ب 7 زائد 4 بيساوي 3. 2 في 7 ب 14 و 4 18، هوديها الناحية التانية يبقى اللام في الميم اللي هو حاصل ضرب يبقى 3 ناقص 18 بيساوي سالب 15. يبقى أنا يا باشمهندس من المعادلة المعطاة استفدت إن مجموع الجذرين 7 وحاصل ضربهم سالب 15. بيقول لي أوجد المعادلة التي جذرها لام وميم، طب ما أنا حلو، المعادلة بقى المطلوبة مش هي جذرها لام وميم؟ تمام، ما أنا أقدر أكونها لو عرفت المجموع، ما أنا عارف المجموع يبقى س تربيع ناقص المجموع اللي هو 7 س، وعايز الضرب اللي هو لام في ميم، ما هو لام في ميم معايا برضه يبقى سالب 15. كل ده بيساوي ايه يا باشمهندس؟ بيساوي صفر، يبقى هي دي المعادله المطلوبه. خلاص؟ فهو هنا المره دي بس غير كل اللي عمله ان هو اداني ان الجذرين دول بتوع المعادله الاولى. رقم 2 بيقول لي اوجد المعادله التي كل من جذريها يزيد بمقدار 2 عن كل من جذري المعادله دي. حلو. المعادله المعطاه بالنسبه لي رقم 1 المعطاه هي جذورها ايه يا باشمهندس؟ جذورها لام ومين؟ طب ما انا يا باشمهندس معايا المعادله صح؟ فانا اقول اللام زائد ميم اللي هو المجموع بيساوي سالب ب على الف. سالب 7 غير اشارتها يبقى 7 على 1 فالسبعه. وهجيب اللام ميم برضو هتساوي الجيم على الالف يبقى 3 على 1 بيساوي 3. المعادله المطلوبه اللي هو عايزها بيقول لي ان الجذرين بتاعها هيزيد بمقدار 2 كل واحد فيه، يبقى الجذرين بتوعها لام زائد 2 وميم زائد 2. يبقى هو كانه بيقول لك اوجد المعادله التي جذرها لام زائد 2 وميم زائد 2، هو اللي قايل. فبرضه هجيب المجموع بتاعهم، يبقى هجمعهم لام زائد ميم و2 زائد 2 بيساوي 4. يبقى دي هتطلع لام زائد ميم، ما انا عارف ان هي ب 7 يبقى تساوي 7 زائد 4 بيساوي 11. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت المجموع. تعالى نجيب حاصل الضرب، اضرب دول في بعض، دي هتديك لام ميم، ولام في 2 هتديك 2 لام، ميم في 2 ب 2 ميم، 2 في 2 ب 4. يبقى دي هتديك لام ميم، خد الاثنين عامل مشترك، يبقى لام زائد ميم زائد 4. خلاص؟ تمام، انا جبت اللام ميم في ب 3 زائد 2 في لام زائد ميم ب 7 زائد 4. 2 في 7 ب 14، 14 4 18، ومعايا 3 يبقى 21. يبقى انا يا باشمهندس جبت حاصل الضرب ب 21 والمجموع ب 11، فانا اعرف اكون المعادله، يبقى س تربيع ناقص المجموع اللي هو 11 س زائد حاصل الضرب اللي هو 21، كل ده بيساوي صفر، ويبقى يا باشمهندس انا كونت المعادله بتاعتي. خلاص؟ امثله في غايه الاهميه ويا ريت تركز عليها. هنختم الحصة بآخر مثالين، معلش الحصة طويلة شوية، بس أنا أنت زي ما أنت شايف أنا عاوز أحل لك أفكار كتير لأن الدرس ده مليان أفكار، خلاص؟ فبإذن الله الفكرتين التانيين وهننهي بيهم درس النهاردة، فركز معايا فيهم لأنهم مهمين جدا جدا. طيب تعالى بقى ننهي الحصة بتاعتنا بالمثال ده، مثال بقى فيه فكرة شوية. بيقول لي إذا كان الفرق بين جذري المعادلة 6 س تربيع ناقص 7 س زائد 1 بيساوي ج هو 11 على 6، أوجد قيمة ج. سؤال في غاية الأهمية. أول حاجة يا باشمهندس اتفقنا عليها إن المعادلة بتاعتي لازم تساوي الصفر، وبعد إذنك خليها تساوي الصفر، يبقى 6 س تربيع ناقص 7 س زائد 1، هجيب ج من الناحية التانية يبقى ناقص ج بيساوي صفر. طب أنا عايز أطلع الجذرين بتوعها، ما أنا هطلع اللام زائد الميم اللي هو المجموع بيساوي سالب ب على ألف. الباء اللي هي سالب 7 عكس إشارتها يبقى 7 على ألف اللي هو 6. هات لي حاصل الضرب اللي هو لام ميم بيساوي الحد المطلق عندي هنا، خلي بالك هو كل ده قلنا اي رمز مش جنب س اللي هو ج على الف بيساوي 1 ناقص ج على 6. يبقى انا جبت يا باشمهندس اللام زائد ميم واللام ناقص الميم، خلاص حلو. بيقول لي الفرق ما بين الجذرين دول، يعني لو طرحت الجذرين دول من بعض هيدي لي 11 على 6.
طب بعد اذنك ممكن تخلي لي اللام زائد ميم دي، هفرضها ان هي لام ودي ميم عشان بس ما تبقاش المساله كبيره. انت بتقول لي الفرق ما بين الجذرين صح؟ يعني اقول لك لام ناقص ميم الكل بيساوي ايه يا باشمهندس؟ بيساوي 11 على 0. طب احنا عايزين متطابقه يا باشمهندس فيها اللام زائد ميم واللام في ميم، انا عارف متطابقه في غايه الاهميه اللي هي لام ناقص ميم الكل تربيع بتساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 4 لام ميم. صح؟ طب ليه انت كده عملتها يا باشمهندس؟ عشان استفيد من لام زائد ميم واستفيد من لام ميم. حلو؟ طب ما هو لام ناقص ميم معايا اللي هي 11 على 6 لما اربعها يبقى 121 على 36 بتساوي. اللام زائد ميم اللي هي 7 على 6 لما اربعها يبقى 49 على 36 ناقص 4 مضروبة في 1 ناقص ج على 6 خلاص؟ على 4 فعلى 2 على 2 أس قصدي ودي فيها 3 خلاص خليها. المهم هنودي دي لأن نفس المقام الناحية التانية يبقى 121 على 36 ناقص 49 على 36 هتساوي سالب 2 في 1 ناقص ج على 3. المقام متوحد ب 36 دي هتبقى 11، 11 ناقص 9 2 دي بقت 11، 11 ناقص 4 7. كل ده بيساوي سالب 2 في 1 ناقص ج على 3. عايز اخلص من دي فاضرب في مقلوبها اللي هو سالب نص واضرب دي برضه في سالب نص. لما اضرب دي يا باشمهندس في سالب نص يبقى سالب ممكن نختصر على الاثنين فهي 1 على 2 ادي 3 ويفضل معايا 1 12 على دي هيبقى فيها كام؟ يبقى فيها 36، 36 على 36 هيبقى فيها السالب 1 هتساوي 1 ناقص ج على 3. هضرب مقص سالب 1 في 3 يبقى سالب 3 بيساوي 1 ناقص ج. اودي يا باشمهندس الج الناحيه دي واجيب السالب 3 الناحيه الثانيه يبقى 3 زائد 1 بيساوي 4 يبقى انا كتبت قيمه الجيم بتساوي 4. خلاص؟ مساله برضه فكرتها جميله جدا. كل اللي انت لازم تعرفه ان انت تشغل دماغك ان لام زائد ميم بتساوي ناقص ميم سوري اللي هي 11 على 6. خلاص يا باشمهندس؟ بكده يبقى وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون وصلت لك الدرس بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله، اتمنى ان انت تكون استوعبت. بإذن الله الحصة الجاية بتاعتنا هتكون يا إما حساب مثلثات يا إما هندسة، هكرر بإذن الله وأبلغكم في البوست، مش هتأخر عليكم المنهج أصلاً. على فكرة فاضل في الجبر درسين وهما الحساب مثلثات 6 دروس أصلاً والهندسة وهكذا برضه حوالي 7 دروس، فالموضوع سهل يعني يعتبر إحنا خلصنا نص المنهج، فما تقلقش ده أنا هخصص أسبوع أو 10 أيام أحل فيه تمارين كتاب المعاصر اللي إحنا خدناها، بعد كده هنرجع للشرح. أشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله. كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياض، وشكرا.